كما كتشوفوا المباراة ما كانت سهلة، وين نتأسفوا كثيرا على هذه النقطة اللي ضيعنا، ثلاث نقاط اللي ضيعنا في استادنا. إن شاء الله رانا نخدموا باش نخلفوها في الماتش الجاي، وين المباراة ما كانت سهلة نطلب من الأنصار يسمحوا لنا إن شاء الله. بون كما كتشوفوا المباراة ما غاديش تكون سهلة، وين ديربي يلعب على لي بتي ديتاي. إن شاء الله رانا نخدموا بور لا سيمان هذه، وين نروحوا نديروا أن بون ريزيلتا إن شاء الله باش نفرحوا الشعب اللي بدا تينمسا إن شاء الله. كاين مباراة قلب دفاع عاودة تينمسان اليوم تعثر داخل الديار أمام اتحاد العاصمة، ما هو رأيك في المباراة؟ هو صح كما قلت انت، يا نقدروا نسموه تعثر باسكو ماتشين داخل الديار ماهيش ريزيلتا، مي كما يقول لك حنا درنا اللي علينا، من ما جاونا دي زوكازيون مي ما قدرناش نترجموهم اهداف، مي لازمنا كما يقول لك نخدموا كما قال لك ربي. ما اليوم الحظ ما كانش معانا، وين بالك صح كاين واحد شويه تاع لا ديفيرونس، مي كيما يقول لك لازمنا نزيدو نخدمو باش نحسنو من الاداء نتاعنا ان شاء الله للمقابله الجايه ان شاء الله. الحمد لله الاداء نتاعي كان بفضل المجموعه ماشي بالفضل نتاعي انايا، ونشكر صحابي كامل باسكو الناس كامل طاحت وناضت، ماهوش غير سفيان مبارك اللي كان في التيران. انا الحاجه اللي درتها ما درت الا العمل نتاعي والدور نتاعي فوق الميدان. هذا ماك مباراة ديربي، هي مباراة كما يقول لك الإخوة الأعداء، حنا نعتبرها مباراة ديربي، وين الدربيات كاع يفوتوا بين مولودية وهران وإذا تلمسان، دربيات في القمة إن شاء الله تكون مباراة في القمة إن شاء الله ونمتعوا الجمهور. بون رأيي في المباراة، مباراة اليوم كانت صعيبة، كانت على بالنا بصعوبة هذه المباراة في الملعب تاعنا، لعبنا مع فريق كبير وفريق منسجم تكتيكيا، وكنا عارفين باللي المأمورية ما راحش تكون سهلة. بون حاولنا الضغط عليهم من البدايه، ونظن قدمنا مباراه مليحه، خلقنا لهم بعض الصعوبات، خلقنا بزاف تاع لي زوكازيون. الحمد لله احنا قلت لك الهدف تاعنا هو البقاء ان شاء الله في الدرجه الاولى. هذه النقطه راح تسمح لنا باش نكملوا في هذا المنوال ان شاء الله، ونشوفوا القدام خويا ان شاء الله. راه عندنا تنقل صعيب، نروحوا لمولوديه وهران بطعم ديربي الغرب كما قلت. المباراة راح تكون صعيبة، احنا راح نقدموا الأفضل تاعنا باش نحققوا نتيجة إيجابية في وهران إن شاء الله. السلام عليكم، كما شفتوا معنا المباراة كانت جد متقاربة بين الفريقين، وين برومي ميطون كنا بيان كونسونتري، وين ضيعنا أربع فرص أو خمس فرص للتهديف، ما حلفناش الحظ والحمد لله النتيجة 0-0. بون الحمد لله دخول تاعي كان مفيد للفريق، وين قدرنا نصنع فرص، لكن الحظ ما كانش معنا والحمد لله. فور صراحة المباراة راح تكون قوية، نظرا لي احنا التعثر تاعنا داخل الديار خصنا ان شاء الله نجيبوا نتيجة إيجابية، ونظرا لي ديربي تما راح يكون ان شاء الله نمتعوا الجمهور ان شاء الله.